دمشق حي طوام 2/8/2012 قضايا القذائف التي ترمى على البيوت العزة، هذه المنازل لمساكين المدنيين عزة تستهدف عصابات الأسد. دمشق حي الصدام 2/8 بعد محاولة دخول الجيش حي الصدام. اخواننا مصر طعم الحارة، طعم الحارة أثار الحرام الدمار. يا رب مش لا على ضل بعد البيت بجوز ينقسم يا شباب. الله يبارك فيك. هاي هاي وين كان موجود هو؟ القصف على المنازل، استهداف المنازل وحرق لجميع محترياتها من قبل عصابات الأسد.